السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في قناة مستر أحمد البرنامج باللغة الإنجليزية، قناة اللغة الإنجليزية للمرحلة الابتدائية والإعدادية والثانوية. نرجو أن تستفيدوا من القناة ونرجو المشاركة فيها وترك تعليقكم وعمل سبسكرايب على القناة عشان نستفيد منها. Welcome back to Mr. Ahmed Birmawi English Channel. Today I'll talk about Unit 10 First Year Secondary. هتكلم عن الوحدة الثامنة الصف الأول الثانوي. Second Term الترم الثامن. Let's begin with the new vocab. يلا نبدأ بالكلمات الجديدة. عارفين كلمة click؟ click معناها ينقر أو يضغط. Robot اللي هو إنسان آلي. Exchange اللي هو يستبدل أو يتبادل. Quiz مسابقة ثقافية أو امتحان قصير. سيف معناه ينقذ أو يدخر للمال. انسترومنت أداة. تشات يدردش أو دردشة. إلكتريك كهربي أو يعمل بالكهرباء. كومنتس تعليقات. فيدباك تغذية رجعة. سوفت وير برمجيات. تشارت معناه رسم بياني. هايبريد فيكل مركبة هيجينية يعني بتعمل بالكهرباء والبنزين. ايرن معناه يكسب. ان كونكلوجن في الختام أو في الخاتمة. ميموري عارفين ميموري ذاكرة. ستريس يضغط أو توتر عصبي. ستريسفول مجهد أو متعب. شير يشارك أو مشاركة. ماوس فارة الكمبيوتر. بريس يضغط أو يكبس. ريكومند يوصي به أو يرشح أو يزكي. دايركشنز اتجاهات. ليد تو يؤدي إلى. دوكيومنتري معناها فيلم وثائقي. details اللي هي تفاصيل. familiar with مألوف أو معتاد لي. after that let's talk about language notes اللي هي الوظائف اللغوية. هناخد الفرق بين affect. عارفين affect as a verb كفعل معناها يؤثر على، ودي ما بتاخدش حرف جر وبيجي وراها الأوبجكت على طول. أما effect بالإي اللي هي بنعتبرها طبعا النون الاسم، طبعا بيسبقها دايما have أو has، ولو باست يبقى had، وراها حرف الجر on. أما effective عارفين effective معناها مؤثر أو فعال، وهنشوف example عالم دي adjective طبعا صفة معناها مؤثر أو فعال. لما أقول smoking affects health badly، لاحظت هذا smoking الفعل وراء affects الverb الفعل، الأوبجكت المفعول ما فيش حرف جر زي ما انتم شايفين، وبعدين بعد الفعل الرئيسي عارفين بيجي adverb اللي هو الحال، قلت ايه badly. لكن لو حبيت استخدم effectively اللي هي النون، رحت قال smoking has a bad effect on health. لاحظ smoking قبلها has، سوري effect قبلها has، والصفة اللي هي bad وراها حرف الجر ايه on ثم كلمة health. عارفين الديفرنس between able وability وcapable. عارفين able to معناها قادر على، بيجي قبلها verb to be وراها infinitive الفعل في المصدر. أما ability النون بيجي قبلها has وراها has ability to، لديه القدرة على، طبعا have أو has، ولو في الباست يبقى had. وفي حاجة اسمها capable of، capable of يعني قادر على أيضا، بيجي قبلها verb to be بس بيجي ورا of verb و ing فعل مضاف له ing. شوف الإكزامبل، المثال بقول منار is able to cook well. منار قادر على ان تطبخ كويس. راح لاحظ ادي able to قبلها is وراها cook infinitive المصدر. نفس المثال قلت منار has، لما قلت has بقى قلت able ولا has ability، يبقى has ability to swim well، لديها المقدره ان تعوم كويس. طب لو عايز capable هقول منار is capable of cooking well، قادر على الطبيخ كويس. تاني language notes عندنا، لو بصينا الفرق بين electric electrical electricity electrician. عارفين electric يعني يعمل بالكهرباء، نقول electric motor electric car. اما electrical معناها ايه؟ يتعامل مع الكهرباء او ايه؟ يتعامل مع الكهرباء يعني يتعامل بالكهرباء، يعني ما اقول electrical engineer مهندس ايه كهربي. electrical wire سلك ايه كهربي، وهكذا. electricity معناها الكهرباء نفسها، دي النون طبعا. وفي إلكتريشن برضو نون بس معناها عامل كهرباء أو صنايعي بتاع الكهرباء. أدي الإكزامبلز. نمبر 1 I bought a new electric coffee machine، اشتريت آلة قهوة جديدة، يعني معناها a machine works by electricity، معناها آلة بتشتغل بالإيه بالكهرباء. Her father works as an electrical engineer،
وبابا بيشتغل إلكتريكال إنجينير، مهندس إيه؟ كهربائي. We need an electrician، محتاجين واحد كهربائي to mend electricity in my house، عشان يصلح الكهرباء في البيت. كده خلصنا language notes. هنخش على الجرامر. الجرامر بتاعنا طبعا conditional الحالات الشرطية. هنبدأ بزيرو conditional الحالة الشرطية الصفرية. والحالة الشرطية الصفرية بستخدمها في حالتين، أول حاجة facts الحقائق and habits والعادات. عارفين بتتكون من إيه الحالة الصفرية؟ زي ما انت شايفين بتتكون من present simple مضارع بسيط، و second part أو جواب الشرط present simple المضارع البسيط. يبقى زمني مضارع بسيط لأن بتكلم عن facts حقائق. وقلنا مضارع بسيط يعني تصريف أول للفعل بنضيف له اس مع هي وشي وات، ولو كان مبني المجهول بيبقى ام أو إذا وآر وباست إيه بارتيسيبل. لو نيجاتيف نفي دونت اور دازنت وانفينيتيف. لو سؤال ببدأ بدو أو داز وانفينيتيف. نشوف الإكزامبلز. بقول if we heat ice، إذا سخنا التلج it melts بيذوب. دي حقيقة، التلج لو سخناه بيدوب. يبقى دي لو لاحظنا أدي وي معاه هيت تصريف أول، و it تصريف أول منضاف له اس اللي هي melts. نفس اللي ممكن استخدم بقى وين مكان هنا اف بنفس المعنى. When you heat ice it melts، يبقى ممكن استخدم وين مكان اف بالزيرو اف للتعبير عن الحقائق. Another example، if you don't water plants، لو ما سقيتش نباتات they die. خد بالك انا بتكلم عن نباتات بصفة عامة، لو ما سقيتش الزرع بصفة عامة they die بيموتوا. يبقى دي حقيقة، استخدمت مضارع هنا منفي ب don't و infinitive، don't المصدر وهنا they die، die هنا تصريف أول للفعل. ملحوظة هامة، إذا وجدت علامات المضارع البسيط اللي هي usually sometimes often always never، يبقى بستخدم ايه؟ بستخدم في 0F مضارع بسيط ليه؟ لأنها بتعبر هنا عن habits اللي هي الايه؟ العادات. For example if I use the mobile for so long، بقول لما بستخدم موبايل لمدة طويلة، أنا متعود يعني بستخدم موبايل كتير، I usually have a headache. لاحظ هنا add use مضارع ايه؟ بسيط، والناحية التانية have برضو مضارع بسيط كفعل رئيسي، هنا بيجيلي صداع. If I need any information، بقول أنا لما بحتاج أي معلومة، أدي نيد تصريف أول الفعل مضارع بسيط، I always use Google، عادة بستخدم جوجل. يبقى عشان usually و always هنا في الجملتين استخدمت هنا present simple مضارع بسيط عشان تعبر عن الهابتس. عرفنا 0F بيرى مضارع بسيط ومضارع بسيط للتعبير عن الحقائق والعادات. Let's turn to first conditional، نتحول إلى first conditional الحالة الشرطية الأولى. والحالة الشرطية الأولى بستخدمها ليه؟ للتعبير عن توقع أو احتمال شيء ممكن يحدث في المستقبل. حاجة ممكن تحدث في المستقبل بستخدم first conditional الحاجة الحالة الشرطية الأولى. طب الحالة الشرطية الأولى سواء if أو unless، نعرفين if معنى إذا لو، unless نفس القاعدة ولكن المعنى إذا لم. بيجي وراها present simple مضارع بسيط، وجواب الشرط بيبقى إيه؟ will أو may أو can أو should أو must، و infinitive والفعل فين؟ في المصدر. ممكن ما يجيش ده كله ويجي لي فعل امر زي ما هنشوف دلوقتي. بص على اكزامبل نمبر 1، if Mona comes to school tomorrow، شوف الجمله فيها tomorrow يبقى حاجه ممكن تحصل بكره. استخدمت comes ورا if مضارع بسيط، وجاوب الشرط she will phone me، يبقى لو جت بكره هتتصل بيا، يبقى دي توقع وصولها واحتمال تتصل بيا. if Mona comes to school late، لو منى جت المدرسه متاخر، مستر احمد will punish her، مستر احمد هيعاقبها. لاحظ هنا هي في comes مضارع بسيط اهو، وبرده will المصدر، بس هنا في threatening اللي هو ايه؟ تهديد. في threat هنا تهديد من مستر احمد، يبقى استخدمت will ايه؟ والمصدر. if Mona studies hard، لو منى بتذاكر كويس، مستر احمد will give her a present، مستر احمد هيديها present هديه. هنا في promise وعد، يعني مستر احمد وعدها لو ذاكرت كويس، يبقى دي present simple studies مضارع، ودي will give. if you sleep early، لو نمت بدري switch off the lights، بطفي النور. لاحظ هنا بقى ورا اف في sleep مضارع بسيط، وجواب الشرط هنا فعل امر. فعل امر يعني ايه؟ يعني بدون فاعل، وادي فعل في المصدر. if you sleep early، لو نايم بقى لو هتنام بدري switch off the lights، بطفي الانوار. ده اسمه فعل ايه؟ imperative اللي هو الفعل الايه؟ الامر. ملحوظه ثانيه بقى، ممكن استخدام should مكان اف في الحاله الاولى. شد زي ما شايفين كده لما تبدأ بقى الجملة ولها رابطة جملتين وفي الآخر في فول ستوب، يبقى أعرف شد دي معناها إذا أو لو، بتحل محل إف في الحالة الأولى والتانية، بس إحنا في الحالة الأولى مؤقتا هنقول أهي إف لو جت
بيبقى وراها ايه فاعل ثم مصدر بدون تو وجواب الشرط والويل ايه والمصدر. شوف المثال should he obey، هل قلت he obeys ولا obey؟ لا قلت should he obey، اصلها if he obeys بس بقت should، نزلت الفعل وراها infinitive الفعل مصدر، يبقى should وراها مصدر هي جواب الشرط I will reward him، هكفر. وصلنا للسكند كونديشنال، الحالة الشرطية الثانية اللي بيقراها زي ما احنا شايفين، باست سيمبل ماضي بسيط وجواب الشرط would أو could أو might، وانفينيتيف would أو could أو might والفعل فين؟ في المصدر. والحالة الشرطية رغم إن فيها ماضي بسيط ما بتعبرش عن ماضي، لا بتعبر عن حاجة غير حقيقية في الوقت الحالي أو حاجة خيالية دلوقتي أو استحالة في الوقت الإيه؟ الحالي. يبقى ادي اف وانلس وراهم باست سيمبل ماضي بسيط وجواب الشرط would او could او might وانفينيتيف والفعل فين في المصدر. سؤال الاكزامبل 1 if he studied hard، ادي studied هي الماضي بسيط، he would succeed، would والمصدر. if he had enough money، لو عنده فلوس كافيه، خد بالك هاد هنا مش ماضي تام، هاد هنا فعل رئيسي الماضي من have has يعني يمتلك، يبقى لو عنده وقت دلوقتي كافي I would help you، لو عندنا الوقت كافي كنت ساعدتك. If I were you، عارفين الحالة التانية أحد استخداماتها للنصيحة، ما هو If I were you لو مكانك I would study hard، اللي معناها you should study hard، معناها يجب أن تذاكر بجد. If I were a bird، لو أنا طائر، دي حاجة imaginary خيالية، بتخيل بقول لو أنا طائر وافترض دي حاجة غير حقيقية، معناها I am not a bird، أنا لست طائر. If I were a bird، لو أنا طائر دلوقتي I would travel to France، كنت سافرت على إيه؟ على فرنسا. ملحوظة مهمة، احنا خدنا في الشريحة اللي فاتت ممكن شد تحل محل اف في الحالة الأولى، برضه هناخدها دلوقتي ممكن شد تحل محل اف في الحالة الثانية. وعارفين بنعمل ايه؟ ببدأ بشد ثم الفاعل ثم الفعل فين؟ في المصدر، وجواب الشرط would وانفينيتيف would والايه؟ والمصدر. بصينا على الاكزامبل should he obey me، should he obey me إذا أطعني I would reward him، طبعا هنا should وراها obey مصدر اهي، لما أصلها if he obeyed me، إذا أطعني I would reward him، هكفوه. فجبت should والفاعل ثم الفعل فين؟ في المصدر. خد بالكوا احنا قلنا الحالة التانية الإف يبقى فيها وير مع كل الضمائر، ممكن أيضا وير تبدأ بها الجملة وتحل محل إف الحالة الثانية فقط. إزاي؟ بروح بادئ بوير ثم الفاعل، ورا وير بجيب صفة أو ضمير أو اسم، جواب الشرط زي ما هو عارفين ببقى would والفعل فين؟ في المصدر. شوف المثال if he were rich، لو كان غني rich دي صفة، أو if he were a teacher لو كان مدرس، if he were me لو كان مكاني he would build a mosque، كان بنى إيه؟ مسجد. دي معناها he isn't rich، هو مش غني، so he can't build a mosque، مش يقدر يبني مسجد. إيه تاني؟ ممكن where تحل محل if برضه في الحالة التانية، بس هيبقى وراها فاعل ثم to والمصدر. إمتى أجيب مع where to والمصدر؟ لو كان في فعل في الجملة الرئيسي. جواب الشرط ثابت طبعا would والايه والمصدر. بص المثال if he to come، لو هو ده اصلها if he came، بدأت بوير ونزلت الفعل he وجبت to infinitive to الايه والمصدر he would visit me. اخر حاجة ممكن had تحل محل if في الحالة الثانية، ولو had خد بالك had هنا هتبقى ماضي بسيط من have وhas يعني يمتلك، هبدأ بهاد وراها فاعل ثم اسم مملوك، هلاقي هاد هي أكار، هاد هي مثلا موبايل، هاد هي انف تايم لو عنده وقت كافي، يبقى اسم دايما. جواب الشرط هيبقى ايه؟ وود والمصدر، ان خد بالك ده حالة تانية مش تالتة. زي الاكزامبل هاد هي ا موبايل، معناها اف هي هاد ا موبايل، لو كان عنده موبايل معناها هي دازنت هاف موبايل، ما عندوش موبايل، هي وود كونتاكت مي، كان اتصل بيا. الآن وصلنا إلى third conditional، الحالة الشرطية الثالثة اللي هي بيجي وراها إيه؟ بيجي وراها had و past participle، had وتصريف ثالث، جواب الشرط would have و past participle. خد بالكوا الحالة دي الوحيدة اللي بتعبر عن الماضي، عشان كده بيجي وراها ماضي تام، جواب الشرط would have وتصريف ثالث للفعل. لو بصينا على الإكزامبل if he had helped me، لو كان ساعدني I would have succeeded، كنت نجحت. دي معناها ايه؟ معناها he didn't help me، ما ساعدنيش في الماضي، so I didn't succeed، لذلك لم انجح. If I had had enough money، if I had had money لو كان معايا فلوس في الماضي يعني
I would have lent you كنت سلفتك، دي معناها I didn't have money ما كانش معايا فلوس في الماضي، so I didn't lend you. If I had met him لو كنت قابلته I would have told him the news. هذه had met ماضي تام و would have وتصريف تالت، دي معناها I didn't meet him ما قابلتوش، so I didn't tell him the news. ملحوظة هامة، لخدنا في الشريحة السابقة ممكن had تحل محل if في الحالة التانية، بس فاكرين بيبقى وراها ايه؟ وراها فاعل ثم اسم مملوك، had I a car، had I a mobile وهكذا. لكن هنا هلاقي had وراها subject فاعل ثم past participle تصريف تالت، ده ماضي تام وجاب الشرط زي ما هو would have و past participle would have وتصريف تالت للايه؟ للفعل. وادي الاكزامبل، had he studied hard. لاحظ الجملة بادئة بايه؟ ب had والباست participle من study اللي هي studied. had he studied hard لو كان ذاكر بجد he would have succeeded كان نجح. اكزامبل تاني، had he attended the meeting لو كان حضر الاجتماع he would have met the new boss كان قابل المدير الجديد. وصلنا بقى لبعض الملحوظات كده على قاعدة if. عارفين if قلنا عكس unless، يبقى لو في unless مع بتساوي if امتى؟ لما تكون if وراها نفي بتساوي except if، والتلاتة معناهم اذا لم. هذا example unless you play well لو ما لعبتش كويس you will lose the match هتخسر الايه المباراة. معناها ايه؟ معناها if you don't play well يبقى انا if معها don't بتساوي ايه unless. نفس المثال بقول you will lose هتخسر except if you play well، except if يعني الا اذا لعبت كويس. هنا بقى عارفين بعض الكلمات او بعض الروابط بتساوي unless اللي هي ايه without و but for، وعارفين without و but for بيجي وراها ايه؟ يا اسم يا فعل منضاف له ing. كذلك لو قلت if it weren't for، if it weren't for دي حالة تانية، او if it hadn't been for دي حالة تالتة، وبرضه بيجي وراهم اسم او gerund يا اسم يا فعل منضاف له ing. شو المثال؟ unless they arrived early هذا arrived ده هو ماضي، لو مش مصلوا بدري they would miss the train هيفوتهم الايه القطر. عايز without طبعا without وراها جيران ده without arriving early براء ال ing وتكملت الجملة زي ما هي. unless he had helped me لو ما كانش ساعدني I would have lost my life كنت ضيعت حياتي. عايز if فقلت ايه if it hadn't been for his help، وممكن اقول if he hadn't helped me I would have lost my life. طب عايز but for يبقى but for his help او but for helping me I would have lost my life. في بقى روابط بتساوي if وبينطبق على نفس المعنى ونفس القاعده، اللي هي ايه؟ as long as المعنى طالما، in case في حاله، provided او provided that او providing اللي معناهم شرط ان، only if على شرط، suppose و imagine اللي معناهم تخيل. كل الروابط دي بتساوي if وبينطبق عليها نفس حالات if، بس ممكن تتحول لحاجة اسمها in case of. في فرق بين in case، in case بيوراها جملة كاملة، اما in case of بيوراها ايه؟ فعل مضاف له ing واسم. ادي in case of بتساوي in the event of بتساوي by بتساوي with وبيوراها ايه؟ زي without بالظبط، what for مع unless دول بيوراهم اسم او اي ايه؟ ing. بقول if she comes لو جت they will welcome here هيرحبوا بيها. ممكن اشيلها واحط as long as، ممكن احط provided that، ممكن احط اي جملة من دول. يبقى اقول ايه؟ يبقى اقول as long as she comes طالما هتيجي they will welcome here. لكن عايز in case of يبقى in case of come ولا coming؟ يبقى in case of coming في حالة مجيئها they will welcome here هيرحبوا. وصلنا بقى لبعض التدريبات على يونت 8. نمبر 1 تك كيك تك كليك ستيك ذا ماوس توايس تو اوبن ذا ابلكيشن. بناخد طبعا كليك ذا ماوس توايس اضغط على الفار مرتين تو اوبن ذيس ابلكيشن لفتح هذا التطبيق. نمبر 2 وركينج ان ساتش ديفيكالت كونديشنز العمل في مثل هذه الظروف صعبه از فيري ستريس stressful stress distressing طبعا is very stressful مجهد او متعب جدا. نمبر 3 do you believe هل تعتقد will replace man in factories in the near future هيحل محل الانسان في المستقبل. يبقى do you think robots
هل تاخذ الإنسان الآلي؟ Will replace man in factories in the near future. Using technology in our life, استخدامات التكنولوجيا في حياتنا will to achieving all we desire. هيخلينا نحقق كل اللي احنا نرغب فيه. يبقى طبعا هنا اي lead، عارفين lead to يؤدي الى وبيجي وراها noun او gerund. Number 5. A mixed hygiene hybrid high-bended car is a vehicle مركبة with engine بمحرك that uses both petrol and electricity. طبعا واضحة hybrid letter C اللي معناها السيارة الهيجينية. Number 6. This gay's face look ولد ده يبدو I think I have seen him before. أعتقد إن أنا شفته قبل كده. يبقى seems أو looks إيه؟ looks familiar. familiar يعني مألوف أو معتاد، شفته قبل كده يعني. Number 7. In the past في الماضي ships السفن by stars. عارفين navigate؟ navigate معناه إيه؟ بيعمل ملاحة أو بيصير باستخدام النجوم. Number 8. If it tomorrow I will go for a walk. لو بكرة I will go for a walk. يبقى if it doesn't rain tomorrow. لو الدنيا مش مطرت بكرة هروح أتمشى. Number 9. Danger call the police. يبقى قولي in case of danger. في حالة الطوارئ call the police اتصل بالإيه بالشرطة. Number 10. If we heat metals. لو سخنا المعادن زي. طبعا دي حقيقة يبقى زي expand. هيتمددوا. Number 11. If you meet my father. لو قابلت والدي tell him I am in the club. طبعا هنا مفيش فاعل طبعا في الجملة التانية. هتبقى don't tell him فعل أمر بقى. ما تقولوش I am in the club إن أنا في النادي. عارفين الفعل الأمر فعل في المصدر أو فعل منفي بdon't والمصدر. Number 12. You will understand the lesson. هتفهم الدرس. You listen carefully. طبعا عايز اقول لو سمعت بقينا يبقى as long as اللي بتساوي if هنا. Number 13. If she the newspaper she would have known. لو هي قرأت الجرايد كانت عرفت. طبعا هنا would have known دي حالة تالتة. يبقى if she had read. Number 14. If I would apologize to her. طبعا لاحظ هنا would apologize. would وليه والمظهر بقول if I were you. لو مكانك هنا في نصيحة. He will pass the test. هو يجتاز الاختبار. He studies hard. لو ذاكر بجد. يبقى قول ايه؟ يبقى قول only if. only if معناها على شرط. If he arrived early. لو وصل بدري. catch the metro. طبعا he would ولا would he. طبعا هنا arrived ماضي يبقى he would صح would he بس في علامة استفهام يبقى would he catch the metro. He to help us لو هو ساعدنا we would be saved. لاحظ جواب الشرط في would be دي حالة تانية. طبعا لاحظ بعد he في ايه في to دي جملة في امتحان دايما. لاحظ بعد he to المصدر. to المصدر يبقى على طول هناخد ايه هناخد where لان if ما ينفعش معاها to. لو قلت if وكنت قلت if he helped. لو قلت had كانت بقت حالة تالتة وقلت had helped. لو قلت should كنت هقول help بس عشان بيجي وراها مصدر بدون to. بقول he played well لو لعب كويس. he would have won confess. لاحظ بعد جواب الشرط would have won دي حالة تالتة. يبقى على طول عايز ماضي تام. يبقى اقول had he played well. ما ينفعش if لان if played المفروض would والمصدر. ما ينفعش should لان should اقول should he play. ما ينفعش وير لان لو قلت وير هقول وير هي تو بلاي. نمبر 19. coming early he would miss the train. عايز اقول لو جه بدري هيفوت القطر ولا لو ما جاش بدري. يبقى لو ما جاش بدري بقول ايه without coming early لان without وان كيس اوف هما اللي وراء اي ان جي. if he had an ambition لو عنده طموح. لاحظ اف هنا ورا هاد وهاد وراها اسم. يبقى على طول دي الحاله الثانيه. يبقى اقول he would work he would work for it هيشتغل من أجلها. if iron into the air it rusts لو الحديد في الهواء it rusts بيصدأ. عايز اقول لو حديد ترك ولا تركة. تركة مبني المجهول. يبقى اقول is left دي zero if طبعا. ما ينفعش leaves لان الحديد لا يترك. هتنفع كقاعدة لكن معنى ما ينفعش. number 22. if it a dry year لو دي سنة جافة the rings are narrower الحلقات السنوية بتبقى ضيقة.
دي حقيقة الدنيا بتبقى ممتلئة ب if it is dry. شكرا جزيلا لحسن استماعكم، أرجو أن تستفيدوا ونرجو لكم التوفيق في الامتحان غدا إن شاء الله، ومع تحيات مستر أحمد البرماوي. بس مش تنسوا تشاركوا في القناة وتتركوا تعليق وتعملوا إعجاب بالقناة. أشكر حضراتكم.